للمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. يعني توقعات إيجابية من صندوق النقد جاءت أيضا بعد فترة قصيرة من توقعات إيجابية أيضا لمؤسسة فيتش بنفس الخصوص. خلينا نقول طبعا هي شهادة دولية جديدة في حق الاقتصاد المصري، والشهادات دي لا تجامل أحد. واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم بتتوقع توقعات إيجابية بشأن تحسن في معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاقتصاد المصري لثاني أكبر ناتج محلي إجمالي على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي، وده بيدي رسالة ثقة جديدة للمستثمرين بشكل عام سواء كانوا مستثمرين محليين أو مستثمرين أجانب في ظل فترة بنعيش فيها حالة من حالات عدم اليقين مع استمرار جائحة كورونا والتحولات اللي ابتدت تبقى موجودة أخرها إيميكرون، وبالتالي دوت اللي يمكن بيسبب حالة من حالات عدم اليقين وعدم الاستقرار لدى بعض المستثمرين. لكن مع وجود إشادات دولية بحق الاقتصاد المصري أكيد دوت بيدي تحسن بالنسبة لكثير من المؤشرات، ويمكن ده حتى واضح في التقرير بالنسبة كمان للجزء الخاص بصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي متوقع أن يحصل فيها قفزة كبيرة جدا، يعني يمكن 8.6 مليار دولار بالنسبة للعام المالي 2021-2022، وأن هي تصل كمان لحوالي 16.5 مليار دولار في 2024-2025. وبالتالي دوت اللي احنا بنتحدث عليه ازاي ان التوقعات الإيجابية ديت هتكون ليها عوامل خاصة بجذب مزيد من الاستثمارات، واللي كمان النجاح دوت جاي من إصلاحات اقتصادية قوية مصر قامت بيها خلال السنوات الماضية، أبرزها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتلاه كمان العام الماضي بإطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الهيكلي اللي الغرض الرئيسي منه هو رفع نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة بجانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الأجمالي. يعني هذه التوقعات الدولية فيما يخص الاقتصاد المصري يا دكتور علي، حضرتك تراها إزاي خصوصا وإحنا بنتكلم على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؟ دلوقتي إحنا في حالة أو في مرحلة برنامج الإصلاح الهيكلي كما ذكرت حضرتك، الإصلاح البرنامج الإصلاح الاقتصادي، يعني كل ده مش بس مجرد مؤشرات عالمية مصر بتتقدم فيها، ولكن أيضا بتترجم إلى وضع اقتصادي أفضل وبالتالي خدمات أفضل. ياريت حضرتك تعلق على هذه النقطة فيما يخص جذب الاستثمارات الأجنبية. جزء من جذب الاستثمارات الأجنبية إن إحنا يبقى عندنا مناخ جاذب للاستثمار. المناخ الجاذب للاستثمار دوت جزء رئيسي منه هو وجود استقرار سياسي وأمني، وجزء آخر مرتبط بالاستقرار الاقتصادي. الاستقرار الاقتصادي جزء متمثل في استقرار السياسات المالية والنقدية، جزء مرتبط بالبنية التحتية، جزء آخر مرتبط بتأمين مصادر الطاقة، بجانب الجزء والعامل اللي أنا بشوفه عامل أساسي هو التوقعات. فكرة التوقعات بالنسبة للاقتصاد، هل هي توقعات إيجابية أم توقعات سلبية؟ التصنيف الائتماني، حجم الاحتياطيات الدولية، وده يمكن حتى جزء كان بيراعيه التقرير، واللي شايفين يمكن توقعات ان احنا نصل لحوالي 55 مليار دولار في العام المالي 2024-2025. وبالتالي استمرار الاصلاحات اللي الدولة بتقوم بيها دوت بيدي انطباع لدى المؤسسات الدولية ولدى المستثمرين على ان الدولة تسعى الى الافضل، الى ازاي ان احنا نستمر في تقديم خدمات بشكل افضل مما كان عليه، وده يمكن كمان واضح في اليات الدوله بتعتمد عليها بشكل رئيسي سواء التحول الرقمي او الشمول المالي، واللي قدروا ان هم يعالجوا كتير من التحديات اللي احنا كنا بنواجهها خلال فترات ماضيه سواء بيروقراطيه او روتين او مشاكل في تقديم الخدمات الحكوميه. وبالتالي استمرار هذه الجهود والاصلاحات بيعود بالنفع على تهيئه مناخ الاستثمار وبالتالي على الاقتصاد المصري. طيب سؤال أخير دكتور علي فيما يخص التوقعات وأهمية التوقعات خصوصا من الجهات الأجنبية الدولية، يعني يمكن من فترة كان في توقعات للاقتصاد المصري أن يصبح بعام بحلول عام 2030 بإذن الله واحد من ضمن أقوى 10 اقتصادات عالميا أو أكبر 10 اقتصادات عالميا، وقبل البعض هذا الخبر بالتشكيك، يعني الوتيرة اللي ماشي بيها الاقتصاد المصري تحقيق
تحقيقه مثل هذه الطفرة مؤخرا بيشير ان احنا نقدر فعلا بهذه الوتيرة بالاستمرار في هذه الوتيرة الى الوصول الى هذه التوقعات وجعلها حقيقة بإذن الله في 2030؟ دايما الدولة عندها رغبة والإرادة ان هي تبقى في الافضل، واحنا لما نقارن الظروف اللي احنا مرينا بيها ونيجي نقيم الوضع الحالي، لا احنا عدينا فترات صعبة جدا على تاريخ الدولة المصرية سواء على وصمود ايضا دكتور علي، صمود الاقتصاد المصري في بالضبط. الفترة السابقة وكون واحد من الاقتصادات القليلة جدا عالميا اللي قدر يحقق مؤشرات ايجابية في ظل التدهور الاقتصادي في كل الدول فيما يخص جائحة كورونا، وهو كان اختبار حقيقي للاقتصاد المصري والجدوى الاصلاحات الاقتصادية اللي الدولة قامت بيها. فبالتالي احنا دايما عندنا طموح ان احنا نكون الافضل دائما، وفكره ان احنا يبقى حتى توقعات من جانب مؤسسه مهمه زي صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد المصري يبقى ثاني اكبر اقتصاد على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي، دوت جزء من حاجات كتيره جدا احنا محتاجين ان احنا نتحرك عليها كمان بشكل اكبر، بمعنى ان احنا بنطمح ان احنا نكون الاول عربيا والاول افريقيا، لان احنا عندنا من الموارد والخبرات اللي تاهلنا ان احنا نصل لذلك. فكره التوقعات السابقه اللي بتتوقع ان الاقتصاد المصري قد يكون من العشره الاوائل او حتى من العشرين الاوائل على مستوى العالم، اكيد كلنا نتمنى ان احنا نحقق دوت، لكن راعي ان احنا مش بننظر بس للجانب الاقتصادي، ولكن هناك جانب اجتماعي الدولة بتأكد عليه ومستمرة فيه، لأن هناك أوجه أنفاق متمثلة في تحسين لمستوى معيشة مواطنين، استمرار فاتورة الدعم، هناك قضايا للتنمية، مشاكل الفقر، حياة كريمة بنتحرك عليها، فبالتالي الأمر لا يمكن النظر إليه من الجانب الاقتصادي فقط، ولكن هناك جانب اجتماعي الدولة مستمرة فيه وبتؤكد عليه. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، شكرا لحضرتك.